السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. فيديو تاع اليوم هو عبارة على روتين تحفيزي، ونوريكم الجير فليكس تاعي اللي طلبوا مني وقالوا لي كي بعد ما درتيه بعد يعني مدة طويلة اسكو بقى هو راح تشوفوا بعينكم. ندير له نيتواياج. هنا راني نوريكم في هذا الكوفر كوات، هذه اللي خيطتها لي اختي، قلت نشاركها معكم. عندي كوات تاعي قديمه وخيطت لي هذه الكوات ودرتها فيها ولات بانت لي حاجه جديده، ونوريكم شويه نيتواياج كيفاش نديرو. كما قلت لكم الفيديو تاع اليوم عباره على روتين، راح نخليكم ان شاء الله مع الفيديو، بصح كملوا معايا الفيديو للاخير. راح ندير لكم حلوه سهله وبسيطه جدا، تحبوا ديروها لولادكم تفرحوهم بها. خليكم مع الفيديو ومن بعد ان شاء الله. هنا بعد ما خلصت النيتواياج راح ندير لكم الحلوه اللي وعدتكم بها. هنا عندي 250 غرام مارغرين، وعندي كاس نتاع سكر غلاس كما راكم تشوفوا، نخدمهم مليح. نضيف عليهم زوج بيضات كاملين، نخلطهم. هنا زدت عليهم غرفه نتاع لافاني، ملعقه صغيره نتاع لافاني. نحركهم كامل مع بعض حتى نتحصل على هذا الكريمة. هنا ضفت لهم كاس نتاع نشا او كاس مايزينا، وعندي هنا كيس نتاع خميرة الحلوى. خلط كامل. بعد ما خلطت راح نضيف هنا نص كاس نتاع بودرة الكاكاو، نص كاس اللي قست به السكر غلاس ونشا، هذاك هو اللي قست به كاكاو، نص كاس نتاع كاكاو. نخلط مليح. هنا بعد ما تحصلت على هذا الكريمه هذه كما راكم تشوفوا، راح نضيف الفارينه تاعي. عندي هنا كاس نتاع فارينه، الكاس الاول راح نغربلو. هنا نضيف الكاس الثاني، راح نخلط ونشوف.
كل واحد والفرينه نتاعو. كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه ما تشربش. هنا بعد ما خلطت جاتني شويه تلصق، راح نزيد ندير نص كاس واحد اخر، ديت لي زوج كيسان ونص فرينه وكاس نتاع مايزينا او كاس نشا. نخلطهم كامل. ها على واش تحصلت، هذه هي العجينه. شوفوا ماهيش طريه بزاف وماهيش يابسه، عادي. انا الحلوه هذه راح نشكلها كريات دوك تشوفوهم، راح نديرهم دي بول. هنا عندي طابلات تاع شوكولا، راح نهز كل حجره ونقطعها الى قطعتين. نتوما تستعملوا اي شوكولا عندكم، انا مش راح ندير لها تزيين من الخارج، هخليهم هكذا، مش حندير حتى من الفوق، يعني مش راح ندير حتى حاجه. سي بوغ سا استعملت هذه الشوكولا، شوكولا نوار بنينه بزاف. نتوما استعملوا شوكولا للطلا او واش عندكم. هنا راح ندير دي بول كما راكم تشوفوا، اذا كان عندكم الميزان تقدروا توزنوهم هكذا يكونوا كيف كيف كامل. انا مادام درتهم يعني درت هذه الحلوه هذه لبناتي، ماشي شرط يكونوا نفس الحجم. كما قلت لكم مش حنزينهم من برا، خل جيت ندير لهم شوكولا برك في النص. ها شوفوا هنا عندي هاني هزيت وحده، ديروا بصبعكم هكذا حفره في النص وديروا فيها هذاك تاع مرسو تاع الشوكولا. اذا كانت عندكم شوكولا للطلاء حابين تستعملوا تقدروا فاني ديروا نفس الشيء. ها تلموها مسقم باش ما تتحللكمش وتيسيو وتضغطوا عليها شويه هكذا، ونحطهم فوق الورق الطهي او بابي كويسون. تحبوا ما ديروش بابي كويسون مش حيت تلصق لكم، بيسك هي راهي مخدومه بالماركارين. نعاود نفس العمليه، ها نسكرها مليح باش ما تخرجليش هذيك الشوكولا باش ما تسيحليش، ونكورها ونضغط عليها ونحطها فوق الورق الطهي. راح نطيب هذه الحلوه هذه على في الكوشه على درجه 180 على 180 درجه، تحميوها من قبل شويه ومن بعد تلوحوهم يطيبوا. رايحين يطيبوا رابيد على كل حال، يعني كل واحد والكوشه نتاعو، باسك العجينه خفيفه وفيها نشا. رايحين تشوفوهم بعد ان شاء الله بعد ما طابوا. هذه هي الحلوه نتاعي بعد ما طابت، راح نقسم معكم حبه تشوفوها. جات خفيفه بزاف، دوك تشوفوا الشوكولا لداخل كيفاه جات طيبه، شوفوا كيفاه. المهم الحلوه هذه راه يعني روعه، جربوها ورجعوا لي بالخبر، واذا يعني عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وتخليوا لي لايك، ولي دخلوا جدد مش مابونين يابونيو في قناتي ويفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. نتمنى ان شاء الله كما قلت لكم يعجبكم هذا الفيديو، ونقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.